كل المنظومة السابقة سقطت بسبب رئيسي هو تطبيعها مع الفساد. جميع الأحزاب التي حكمت بعد 2010 طبعت مع الفساد ومع الفاسدين، إلى درجة وصلنا فيها في تونس في حقبة قريبة إلى أن بعض المناصب السياسية والمناصب الحساسة في الدولة كانت تباع بالأموال على قارعة الطريق. الكثيرون يعرفون هذه الحقيقة، ويعرفون أن كثير من المناصب كانت تباع بالأموال، ويعرفون أن الكثير من القضايا الخطيرة التي تتعلق بنهب المالية العمومية تم التغطية عليها وحماية كبار الفاسدين، خاصة في القطب المالي والاقتصادي، هذا القطب الذي لم يشتغل لأن الإرادة السياسية كانت تقوم بحماية الفاسدين. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنفقت فيها الدولة ما أنفقت، لم تقدم شيئا. لماذا؟ لأن الإرادة السياسية منعت أي إجراء حقيقي لمكافحة الفساد. السيد قيس سعيد نطالبه أولا بفتح ما يتعلق بالملفات المالية في القطاع البنكي وفي البنك المركزي، كل البنوك العمومية التي نهبت أو البنوك ذات المساهمات العمومية التي نهبت يجب أن يفتح فيها تدقيق، لأن ذلك التدقيق سيوفر أموال للدولة، سيسترجع تلك الأموال، سيقوم بعملية استرداد. نحن ندعو رئيس الجمهورية اليوم إلى القيام بعملية استرداد للمال العام في جميع القطاعات، خاصة القطاع البنكي. حين نتحدث عن قضية البنك الفرنسي التونسي، هذا البنك المنهوب من نهبه؟ نهبته كبار اللصوص ووفروا لهم الحماية، وهذا هو هذا أحد الأسباب الرئيسية لتلك الهزيمة التي لحقت بالأحزاب، ولذلك ولتلك الجماعات الهادرة التي خرجت تهتف باسم الرئيس قيس سعيد. المسألة الثانية في مكافحة الفساد تتعلق بمراجعة هذا الاقتصاد الريعي، تلك الرخص التي منحت في كل القطاعات، في التجارة، في الفلاحة، في قطاع السياحة، هذه القطاعات الحيوية التي تم نهب المال العام فيها. أولئك الذين تهربوا من الجباية، كبار المتهربين من الجباية من هم؟ ليسوا الموظفين، ليسوا صغار التجار أو الشركات المتوسطة، الشركات الكبرى كانت تتهرب من دفع الضريبة وما عليها من واجبات مالية للدولة التونسية بواسطة قوانين وامتيازات تم صناعتها في مجلس النواب ما قبل 2011 وما بعد 2011. ما نطالب به الرئيس قيس سعيد أن يفتح تلك الملفات المركونة في الرفوف داخل هيئة مكافحة الفساد. نتحدث عن تلك الملفات الضخمة التي تتعلق بكبار السياسيين الذين استثروا على حساب المالية العمومية، أن يفتح السيد الرئيس، ونحن نؤمل هذا، أن يفتح ملف المحروقات وتلك الأموال التي نهبت في قطاع النفط وقطاع الغاز وتلك العقود المشوبة بالفساد وتلك العمليات تجديد العقود لشركات تنهب ولا نراقبها ولا يراقبها أحد. نحن نطالب من الرئيس قيس سعيد أن يفعل بقوة الأجهزة الرقابية في الدولة. لدينا في كل وزارات تفقديات يجب أن تعمل الآن، لدينا في رئاسة الحكومة آليات لمراقبة المالية العمومية، وهنالك تقارير لمحكمة المحاسبات صدرت، كل عام تصدر هذه التقارير وتكشف ملفات خطيرة في الدولة، لكن للأسف الشديد تلك التقارير كانت كل الحكومات تتستر عليها، وهي تتضمن نهبا منظما للمالية العمومية. لا يمكن لرئيس قيس سعيد أن يشكل حكومة إنقاذ وطني تنقذ الاقتصاد الآن، هذا الاقتصاد الغريق، إلا بتوفير أموال للدولة. من أين سيوفرها؟ يوفرها بتطبيق القانون واسترجاع المال المنهوب. لا يمكن أن نسمح باستمرار ذلك القانون الجائر الذي أسمته العصابة السوء وعصابة السرقة والنهب، أسمته بقانون المصالحة الاقتصادية، يعني الرجل يسرق المال ثم تقوم الدولة بصناعة قانون ينجيه من نصوص العقابية في المجلة الجزائية. نقول للسيد الرئيس اليوم لا يمكن لك إلا أن تفتح كل الملفات، وقتها فقط سيناصرك الشعب التونسي أكثر فأكثر. لا ونحذر الرئيس، نحذره، ومن واجبنا أن نحذره، خاصة في نشاطنا الذي قدمناه، لسنا كأفراد كنشطاء سياسيين، حتى في مرصد الشفافية والحوكمة وجهنا إليه أكثر من 76 نقطة تتعلق بمسائل حيوية في مكافحة الفساد عليه أن يجريها الآن في كل القطاعات دون تردد، في كل المجالات، في وزارة النقل،
وزارة التجارة، وزارة الصناعة، وزارة الطاقة والمناجم، وكل الوزارات التي تتصل بالمالية العمومية. حتى البيئة سرقوها، حتى البيئة نهبوا منها. ما نطالبه بالسيد الرئيس أن هذا المشروع الضخم في مكافحة الفساد لا يمكن أن يستكمله في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين. هذه يجب أن توضع خطة سريعة ويدفع القضاء إلى البت فيها سريعا. يجب أن يحاكم كل من نهب أموال المطحونين والمسروقين وحرم أجيال كاملة من حقها في العمل وحقها في الشغل وحقها في العيش بكرامة. أولئك 3000 دكتور الذين اقترح عليهم من اقترح عليهم ذات يوم أن يذهبوا ويتعلموا صنعة، نقول له السيد الرئيس يجب أن تمنح لهؤلاء فرصة العمل، ويجب كذلك أن تراجع علاقة الدولة بالبنوك الدولية، بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تلك البنوك المقرضة التي أقرضتنا وأغرقتنا في ديون من أجل افتكاك السيادة. يجب أن نذكر السيد الرئيس أنه من الضروري أن تقوم وزارة المالية بعملية جرد دقيقة لكل الديون المثقلة على الشعب التونسي. ليس لدينا رقم دقيق، لكن الجميع يتحدث عن رقم خيالي ما بين 100,000 إلى 120,000 مليار نهبت، هي ديون قروض تم إدخالها للدولة التونسية، اقترضتها الدولة التونسية ثم تم تهريبها إلى الخارج بفواتير مزورة في عمليات تجارية مزورة. السيد الرئيس الآن لا يمكنك أن تجري هذا إلا بشخصيات وطنية ذات كفاءة واقتدار في كل القطاعات. هذا الطلب الأول. ثانيا، ننبه السيد الرئيس أن هنالك جيش من الانتهازيين والوصوليين والمكدين ومنافقي السياسة الآن يبصبصون بأذيالهم قرب جدار قصر قرطاج، يبحث واحدهم يبحث عن خطة وزير، والآخر يبحث عن خطة رئيس حكومة، والآخر يبحث عن خطة مستشار أو مدير عام. الرئيس عليه الآن أن ينفتح على القوى الوطنية بحثا عن القوى الوطنية القادرة الآن على مساعدة هذا الوطن على الخروج من هذه الحالة السيئة التي تردى فيها. ننبه كذلك أن ما وصل إليه رئيس قيس سعيد الآن من إجماع شعبي، والإجماع الشعبي هو شرعية في حد ذاته تفوق شرعية الانتخابات، هذا الإجماع سببه تلك الأحزاب السياسية التي داست على رقاب الفقراء والتي أثقلت كاهل الفقراء بالمكوس والإتاوات والضرائب المجحفة وسرقت جيوب الطبقة المتوسطة. نقول له يجب أن تجري مراجعة جبائية ضرورية وسريعة، ويجب التحكم في الأسعار، يجب أن تضع يدك على وزارة التجارة، يجب أن تتوقف هذه العمليات المضاربة والاحتكار التي تقوم بها فئة من المتربحين والسماسرة. هذا ما نقوله، ولكننا في الأصل نقدم مشروع للسيد رئيس الجمهورية من أجل أن يتقدم بخطى سريعة في اتجاه إصلاحات حقيقية. عدا ذلك لا يمكن للسيد الرئيس أن يستمر في تقديم وعود الشعب التونسي، الشعب مل من الوعود، يريد إنجازات. وتذكر يا سيادة الرئيس أن هذا الخطاب الذي نوجهه إليك اليوم نحن نوجهه لعموم الشعب التونسي، هذه هي الطلبات الحقيقية: مكافحة الفساد في ملفات الفساد الكبرى، وتفعيل مبدأ أخلاقي وقانوني. من أين لك هذا؟ عدا ذلك لا يمكن إنقاذ هذا الوطن.